السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء وبناتي طلاب الصف الخامس، عاملين إيه؟ أهلا بيكم في اللقاء التاني لينا. إن شاء الله النهاردة هناخد صورة رائعة من صور القرآن الكريم، بس أنا مش هقول على اسمها بسرعة. عايز أسألكم الأول، الصورة دي على اسم كائن ربنا فضله على كل المخلوقات، والكائن ده كمان ربنا ميزه بالعقل. بالظبط، صورة الإنسان. صح، صورة الإنسان من الصور الرائعة جدا، علشان كده أنا عايزاكم تسمعوها بتركيز وترددوها مع نفسكم مع الشيخ اللي هيقرأ دلوقتي، وبعدين هرجع لكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم
لهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. ودلوقت إن شاء الله مع معاني المفردات. أمشاج معناها أخلاط. أمشاج أخلاط يعني أشياء مختلطة ببعضها. مستطيرة منتشرة. مستطيرة منتشرة. كافورة نوعا من الطيب. كافورة نوعا من الطيب يعني نوع من النباتات بيتطيبوا بيه علشان هو طيب الرائحة، يبقى كافورا نوعا من الطيب. قمطريرة شديد الأهوال. قمطريرة شديد الأهوال. قواريرة رقيقة شفافة. قواريرة رقيقة شفافة. شددنا أسرهم أحكمنا خلقهم. شددنا أسرهم أحكمنا خلقهم. العاجلة الدنيا. طيب يا ترى سورة الإنسان اتكلمت عن إيه؟ أول حاجة تحدثت عن مراحل خلق الإنسان. تاني حاجة جزاء الكافرين وما أعده الله لهم من عذاب. وجزاء المؤمنين والنعيم الذي أعده الله لهم. وصف الجنة وما فيها من النعيم. يا ترى ما ترشد إليه السورة إيه؟ نتعلم إيه من السورة دي؟ أولا خلق الله الإنسان ومنحه العقل الذي يفكر به، وجعل له السمع والبصر ليتعلم بهما. علشان كده في الأول قلت لكم إن ربنا ميز الإنسان بإيه؟ بالعقل. أن الله سبحانه وتعالى يختبر الناس بالنعم والنقم. يعني إيه؟ ربنا حطنا في الدنيا في فترة اختبار، وضعنا في فترة اختبار بيشوف مين هيجيب أعلى الدرجات، فبيختبرنا أحيانا بنعم ويشوفنا هنعمل إيه، وبيختبرنا أحيانا بشوية ابتلاءات ومصائب ويشوفنا هنصبر ولا لأ، وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيجازينا خير على كل ده. هدى الله الإنسان إلى القدرة على اختيار الطريق، فإما أن يشكر ويؤمن وإما أن يكابر ويكفر. ربنا ساب لك الاختيار، تختار طريق الخير أو طريق الشر، وطبعا الذكي هو اللي هيختار طريق الخير. بعد الاختبار لابد من الجزاء، فيجزي الله الكافرين نارا والأبرار نعيما. ربنا يجعلنا جميعا يا رب من الأبرار، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله زي ما تعودنا ادي التدريبات هنحلها إن شاء الله. صفحة 35 وستة وستة وتلاتين. صفحة 35 فقط. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.